بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل حاجة اسمها كاستم لي اوت للتوست ذات نفسها. طبعا احنا ممكن نعمل كاستم لي اوت لحاجات كتير او لكل الكنترولز اللي عندنا. فانا دخلت على لي اوت كليك يمين وقلت نيو ريسورس فايل وسميته كاستم اندرسكور توست، وقال لي الروت اليمنت، الاليمنت اللي هكريته لك في الاكس ام ال فايل الجديد دوت هيبقى قايم على انه كنترول. ممكن اقول له ماشي زي سيبه زي ما هو لينير لي اوت. اللينير لي اوت دي جايه فيرتيكال معايا، انا عايزها فيرتيكال. ماشي، ماتش بيرنت هايت ويدث ماشي الحال. عايز اعمل انا ايه؟ عايز اعمل شكل معين للتوست. ايه بتطلع دايما المسج البسيطه؟ لا انا عايزه بقى تطلع لي زراير وتطلع لي صوره وتطلع لي مش عارف ايه ولونها ايه وخلفيه، اعمل اللي انا عايزه. فعملت ايه بقى؟ عملت اللينير، سميتها كاستم توست لي اوت خلاص. و رحت على الكومن وهستخدم الايمج بتاعتي، هستخدم الايمج فيو. طبعا ممكن اختار اي افاتار من دول، اي منظر كده ثابت من دول، ممكن استخدم اي حاجه من الباك جراوندز الموجوده او من البروجكت لو كان في صور موجوده عندي. ماشي، خلينا دلوقتي مثلا نختار باك جراوند، لا خلينا في افاتار كده يكون بسيط. ماشي، اخترنا صوره الراجل الاخ ده وقلنا اوكي لمجرد بس الزبط. انا هشد كده الايمج عشان تاخد ويدث وهايت ثابت، عشان يبقى بعد كده ده الثابت بتاعي، يعني الويدث بتاعي يبقى ثابت، مش عايزه ماتش بيرنت ولا حاجه. تمام، انا عايزه يبقى ايوه ماشي مظبوط. انا عايز الهايت كده 173 عشان يبقى الطول بتاعها كده اتعرب بقى ثابت، لان انا مش عايز مره صوت تطلع كبيره ومره تطلع صغيره، فثبته. تمام، خليناه 150 دي بي. اوكي، فدي في صوره وتحتيها المسج، الرساله اللي هتبقى تبعت، قمت جايب تكست فيو حاطه تحتيها واظبط المكان ده اللي انا هعرض فيه اللي انا عايزه. فهم عامل ايه؟ اروح على خاصيه التكست بتاعته، انا مش عايز تسيبها، سيب دلوقتي التكست عشان بس نشوف. خلينا نظبط الايه، تكست كالر، التكست الاينمنت، الكلام ده كله. قلت له ماشي، تكست الاينمنت خليه في النص، تكست كالر نختار له اللون، اختار له لون انت عايزه. ايه تاني محتاجين؟ تكست سايز يكبر شويه 24 ماشي الحال. تمام، ايه تاني؟ تكست ستايل بولد ماشي كده. انا ظبطت التكست اللي انا عايز اعرضه شويه خصائص جميل كويس جدا، وحطيت مكانه صوره عشان كمان انا عاوز يبقى التوست لما تطلع يبقى فيه صوره وفي رساله جنبيها. ماشي كده الحال. هظبط الاي دي بتاع تكست فيو عشان ده مهم، هسميه المسج تكست فيو خلاص، المسج تكست فيو. الايمج فيو بتاعتي هي اسمها ايمج فيو، الصوره اللي محطوطه ماشي الحال. او ممكن نسميها، نديها اسم مثلا توست مثلا ايمج فيو مثلا، عشان احنا نبقى برضه ايه، ممكن نبقى نغيرها فيما بعد لو احنا عايزين، بس مش لازم، احنا ممكن نحط صوره بس ثابته لمجرد مسج وخلاص يعني. طيب كلام جميل، ادي كاستم توست لي اوت فيرتيكال والتوست ايمج فيو و150 والتكست فيو بتاعنا اللي احنا عملناه كويس جدا. ده كده الايه، العرض الاساسي بتاع التوست ديت. تعالوا بينا نعمل ايه؟ انا عندي الصوره، انا مش عايز الصوره دي، تعالوا خلينا نجيب صوره من عندنا ونحطها. انا عايز اعمل اس ار سي، كان عندي اس ار سي كومبات، فاروح كده كليك يمين على المكان اللي فيه الصور وهقول له شو ان اكسبلورر عشان يورهاني في الاكسبلورر. قلت له ايه، خش على دروابل، دروابل المكان اللي تحط في الرسم، وتحاطط صوره سميتها مسج اندرسكور ايكون دوت بي ان جي، يعني خدت كابي من صوره عجباني في حته ومتحطتها. تمام، هخش بقى على البروجكت الاقي الصوره اللي انا خدتها اهي، جايبها صوره انا بقى شفافه كده وبتاع ومش عارف ايه وكلام زي كده، وكانها صوره. يعني احطها مكان الصوره دي، انا هحطها مكان الايه، مكان الصوره دي. اخش على اس ار سي كومبات، اخش على بروجكت، وادي ايه الصوره انا حطيتها، ادي الصوره اهي موجوده. كلام جميل، تمام، دي الصوره بتاعتي. يبقى احنا لو حبينا نختار كده في الافاتار هتلاقي طبعا اللي بتخش بتلاقي تولز على مش عارف ايه على مش عارف ايه، اما لو احنا اخترناه بالشكل اللي احنا عملناه بتلاقي الصوره بتاعتنا اهي. نبدأ نستخدمها إن شاء الله في الفيديو الجاي.